أول شيء مساء الخير مالك ولألك ولضيوفك، ومساء الخير للبنانيين، يعني بغض النظر عن كل المصاعب اللي عم بيعيشوها، إن كان مرضيا وإن كان اقتصاديا وإن كان اجتماعيا. يعني أنا بشكرك أنه عم تسألني هذا السؤال وأنه عطيتني وقت بهذه الحلقة، لأنه اللي صار اليوم بصغرتها الزاوية بقطاع صغرتها هو مثال على اللي ما لازم يصير بولا منطقة بلبنان. ما أنا بدي أتأكد منك بالمعطيات، لأنه المعطيات اللي عندي غامضة وصراحة مش مريحة، فبدي أعرف منك شو صار المعطى الصح. عمليا أستاذ مالك، في أستاذ اسمه الأستاذ مارون كرم بيعلم ما بين ما عم بيعلم فيه بمعهد مارنطانوس الفني بقضاء إزغارتا. هذا الأستاذ ب 26 شباط من عشية حس ب يعني مشاكل الكورونا او يعني بعض معطيات الكورونا، وابتداء من 27 مرض وتوفى بعيد عنك ب 11 اذار. اخر مره راح على معهد مارنطانوس الفني هو 26 شباط. اوكي، اول يوم حس بالعوارض. حس بالعوارض يعني من عشيه او ثاني نهار الصبح، ومن وقتها ما عاد ترك بيته، والمرض يعني تطور سلبيا وادى لوفاته. هلا وقت صار في هيدا الحاله ب 26 شباط، الدوله ووزاره الصحه وممثله وزاره الصحه دكتوره غصن بقضاء صغرتها اخذت عينات من المعهد، من التلاميذ والاساتذه المعهد اللي اختلطوا مع الاستاذ مارون كرم ب 26 شباط، عينات بتسعه اذار. يعني هيدا اول شيء في 12 يوم بين 26 شباط وتسعه اذار تاخذنا العينات. هلا هاي بحد ذاتها مشكله، يعني بهال 11 يوم او 12 يوم، لانه تبين انه في 45 شخص بهذا المعهد بين تلاميذ واساتذه اختلطوا مع الاستاذ مارون كرم بهيدا النهار ب 26 شباط، ومش معروف مين منهم لقط واختلط مع غيره. واكيد اختلط مع غيره. هلا المشكله الاكبر انه اتاخذت العينات بتسعه اذار، وبالرغم من ونوعدوا الناس انه ب 48 ساعه حيرجع لهم النتائج تبع هالعينات، والنتائج ما طلعت الى اليوم ب 20 اذار، يعني من جديد بعد 11 يوم. اليوم يعني طلعت النتائج؟ يعني من 26 شباط لليوم في 23 يوم مرقوا، بالرغم انه صار في مراجعه من اداره المعهد للوزير، لمكتب الوزير، للوزاره، بالرغم انه انا شخصيا تواصلت مع الوزير من يومين، وبعد ما رد عليه، بعد ما رد الاتصال اعتبر انه يعني هذا الموضوع مش ضروري الظاهر، رد علي، بالرغم من انه الاعلام طلع بهذه القضيه ب 17 اذار، مر 11 يوم من 9 اذار لليوم، تاليوم يتبين انه بعد ما طلعوا الفحوصات في حالتين استاذ اسمه الاستاذ غسان القرو وتلميذ اسمه ريمون دياب، هن يعني تبين انه عندهم الكورونا. واكيد لانه ما كان حدا قايل لهم انه لازم يبقوا بالحجر الصحي. هون في اول ما تبلغوا انه لازم يحجروا حالهم من بعد ما سحبوا منهم العينات؟ لك اكيد من هون عم بقول في مسؤوليه اولا على الدوله، وفي كمان مسؤوليه على المجتمع. يعني سؤالك بمحله، في مسؤوليه على الدوله لانه مش مقبول انه ياخذ 12 يوم تناخذ العينات و11 يوم تنعطيهم الفحص او نتائج الفحص. هيدا التقصير. يعني انت بتعرف استاذ مالك، انا من اول ما صارت هيدا المواضيع هربت من المهاترات السياسيه وفتت اكثر بالعمل كمؤسسه رنا معوض وكنايب عن المنطقه لتنقدر عمليا نشوف كيف سوا، هو بيروح الوحده نواجه، بس بالنتيجه في مسؤوليات، ما فينا نقضي الامور هيك تروح ما حدا مسؤول. كيف بيمرق 23 يوم على 45 شخص ما يطلعوا فحوصاتهم هالاشخاص مع العلم انه في حاله وفاه حواليهم؟ يعني فعليا اليوم في حالتين مصابين على الاقل من هودي يلي عملوا فحوصات مش معروف مين عدو. يعني هال 45 شخص عملوا فحوصاتهم واخيرا طلعت النتيجه بعد 23 يوم، في حالتين مصابين، وهالحالتين واحد منهم احترم نسبيا الحجر المنزلي الطوعي، والثاني اللي هو ولد التلميذ اللي ما حس بعوارض ما احترم بتاتا الحجر المنزلي، واختلط مع كميه من الناس. اصلا من يومين كان في اجتماع للاساتذه بالمعهد، وكان الاستاذ المصاب موجود وعم بيساعد بالامور الاداريه.
اف 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 والاجتماع طال أربع والاجتماع طال 24 استاذ، يعني من المفترض هلا باسرع وقت، يعني هيدي من الامور المطلوبه انه يروحوا يعملوا فحوصات. ايه مينيموم مينيموم كل يعني مين اختلط مع الطالب ومع يعني الاستاذ. استاذ مالك يعني مش هيك عم بقول، عم بعطي هيدي الحاله مش لس لانه هيدي الحاله عم بتطال منطقه انا نايب عنها، عم بعطي هالحاله تقول انه اذا هيك بده يصير التصرف نحن رايحين على كارثه. يعني مش مقبول بتاتا ولا من قبل الدوله ولا كمان، يعني لازم كمان الناس تفهم انه لو عندها مخاطرة 1% أنه تكون تنطال لازم تحترم كمان الحجر المنزلي. مش مقبول لأنه هيدا الموضوع. هلأ التلميذ اللي انصاب اللي ما صار عنده ولا عارض، بس هو عايش ببيت وعنده أهل صح. واختلط صح. مع تلميذ تانيين اللي عندهم أهل صح صح بكل أسف. هالمنطلق المسؤولية بدها تكون مسؤولية الجميع، ولا مقبول هالحالة تقطع والتقصير اللي صار بالدولة بدون محاسبة، ولا مقبول كمان أنه المواطنين السنين يتعاطوا بخفة بهذا الموضوع حتى ولو الدولة قصرت. المسؤولية اثنين على الدولة وعلى المجتمع. فعليا هلا رح يتابع الموضوع لحتى كل اللي اختلطوا فيهم لهودي المصابين ينعمل لهم تحاليل سريعة. أكيد أنا أول شيء عم تابع مباشرة مع وزارة الصحة بهذا الموضوع. عرفت كمان أنه نعرض من قبل المرضى على الأساتذة أنه يعملوا على حساب المرضى فحوصات بمستشفى هيكل وبيكونوا مشكورين أكيد المرضى بهذا الموضوع. وأنا على كل حال عندي مؤتمر صحفي ب 48 أو 72 ساعة الجايين كمؤسسة روني معوض ضمن إطار المبادرة اللي أطلقتها أوائل أسبوع الماضي. أكيد حتكون أولويتنا بالصندوق اللي عملناه أنه نعمل مركز للفحوصات فوق لأهالي المنطقة، يعني القضاء والمنطقة والمناطق المجاورة، لأنه مركزية يعني الشغلة الأساسية عم تتبين وين كان العالم، أنه سرعة وسهولة توفر الفحوصات هي أساسية بمواجهة مرض كورونا. نعم. ما فينا نخلي الأمور هيدي المركزية المطلقة اللي عم تنعمل ببيروت لازم تتوزع، لازم تتوزع على المناطق، لأنه كل ما عم نتقدم لقدام كل ما حنكون عم نواجه صعوبات من هالنوع. نحن اليوم بتقدرت في ثلاث حالات، يعني في حالة ثالثة ما حكيت عنها لأنه هالحالة الثالثة هو شخص أجا من السفر وتصرف بمسؤولية وهو راح طبعا يعمل فحوصات. نعم. فإذا في حالتين اليوم تبين أنه عندهم كورونا اليوم بقضاء صغرتا وبحاجة لإجراء فحوصات لكل اللي اختلطوا فيهم كرمال تبيان العدد الطبيعي أو العدد الحالي. والمفروض باسمي وأظن رح أحكي باسمك وباسم كتير ناس، نترجاكم كل الناس اللي اختلطوا واللي ما اختلطوا خليكم بالبيت. ما بعرف إذا بتسمح لي أحكي باسمك بهي النقطة. أكيد أنت دايما فيك تحكي باسمي مالك، وأكيد كمان بدنا نطلب لأنه هالحالتين هلأ نعرفه، بدنا نطلب من كل الأشخاص اللي اختلطوا مع هالشخصين من 26 شباط لليوم أنه يعلنوا عن حالهم أنه أكيد يقعدوا بالبيت، أنه يحترموا أقصى يعني الخطوات اللي لازم يحترموها للحجر المنزلي، ويعلنوا عن حالهم تنقدر نعمل لهم فحوصات. ونحن جاهزين بالتعاون مع الجميع أنه نحن نتابع حالاتهم ونعمل فحوصات للجميع، لأنه هيدا موضوع هيك بيفوت بالمجتمع ما بنعود فينا نعد بعدين. نعم.